بشكل عام هلا بالفتره هي العالم بتحب الطيور والاسماك. في كثير انواع قطط طبعا، وفي شيء هلا اكثر شيء مرغوب بسوق هو الشيرازي، بعمر صغير، يعني بياخذوه بعمر بتراوح بين الشهرين وثلاث شهور، بيكون هو ماخذ لقاحه كامل، ما بينصاب باي مرض بس يكون كامل لقاحه، وبيتعلم بالبيت بشكل اللي بيحبه صاحبه. يعني ناس تفضل القطط اللي اعمارهم صغار اكثر من اللي ايه صحيح، مشان انه يتعلم بالبيت ويعرف كيف حتى اذا طلع برا البيت ما يروح، فبيكون متعلم على ضمن البيت يعني. طيب احكينا شوي عن الاسماك، شنو الانواع اللي تفضلها الناس؟ كمان الاسماك في شيء نباتي وفي شيء وحشي. اكثر شيء مرغوب بالسوق هو الجولد فيش. هو هاد نوعية سمك انه تتحمل شوي الجو اللي هون والمي، بتعرف بقطع الكهرباء كمان، فهي الجولفش هو بيتحمل. وفي اسماك وحشية كمان مثل القرش بيقولوله، وفي مثل الدولار نحن بنقوله كمان، في كتير اسماك، في كتير نوعيات اسماك يعني. كلاب الحراسات بتبدأ من انواع، يعني في كلاب الجيرمان بدك تدربيها للحراسات بتدربيها، كلاب الملن هذول اكثر شيء يعني، كلاب الهاسكي هي كلاب زينه بس كبيره كمان بتحذر يعني. طيب لما نشتري الكلب هو متعلم على المدرب ماله، طيب شلون الشخص لما ياخذه يعلمه عليه؟ هلا نحن هون بفتره التدريب للكلب وقت نعمل له دوره الاوبيديانس تبعه او الاطاعه، طبعا بعد شهر بصير صاحب الكلب يزور الكلب ونحن بنعطي الاوامر تلقائيا لصاحب الكلب وقدامه بننفذ اوامر الكلب لحتى يستطيع انه يعطي اوامر للكلب ويسمعه. راستيكي خوي لخوي دا حيوانات أليف. وجود الحيوانات الأليفة في المنزل شيء جميل، لكنها بنفس الوقت تعتبر ناقل أو مصدر لبعض الأمراض الخطيرة التي تنتقل من خلالها إلى الإنسان، خاصة الأطفال الذين يلعبون معها. ولتجنب مخاطر تربية الحيوانات في المنزل يجب إطعامه غذائه الخاص والالتزام بمواعيد اللقاحات لها. نحن هنا نوفر لقاحات لسبع أنواع مختلفة من الفيروسات التي تصيب الحيوانات.